السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الدرس ديال اليوم هو درس سلم التصاميم والخرائط. في الحقيقة هذا الفيديو سبق لي وحطيته في القناة ديالي، ولكن خفيته باش نعمل فيه شوية ديال التغييرات. قبل ما ندوزو للدرس، انا متأكدة انكم غتفهموه حيت هو بسيط وفي قواعد ساهلين. اللي غنطلب منكم انكم تحفظوا هاد ثلاثة ديال القواعد اللي غادي نطرقوا لهم اليوم. واللي غنبغي نقول لكم كذلك ان هاد الدرس موجود طبعا في الموحد، غادي تحط لكم على شكل مسألة. كيف ما كنقول لكم دائما ما تخافوش من المسائل، راه كتسمعوا مسألة راه بحالها بحال تمرين، خاصك غير تعرف تمشي مباشرة للسؤال، تشوف بعدا اولا شنو حددوا منكم او شنو طلبوا منكم انكم تحسبوا. وبالنسبة للمسألة فأهم حاجة أنك تقراها وتتمعن فيها وتفهمها، تستخرج منها المعطيات الأساسيين اللي خاصك توظفهم في القاعدة باش هكذا تحصل على الخارج أو الجواب المناسب. ففرجة ممتعة. قبل عاوتاني ما ندوزو للدرس، خليو ليا بحال ديما غنوصيكم انكم تخليو لي لايك او لا جيم. طبعا ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتدخل للقلب وكتشجعني، وباش هكذا نعطيكم اكثر 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 ونزيد نبحث على مواضيع جداد وعلى حوايج جداد اللي غادي ينفعوكم ان شاء الله في المسار الدراسي ديالكم. فاللي غنبغي نقول لكم وناكد عليها ان هاد القناه اعتبروها القناه ديالكم نتوما اللي كتقيديوها، يعني نتوما اللي كتوجهوها. اي حاجه عندكم فيها نقص او لا شي حاجه اللي باغين تعلموها، شي حاجه بغيتو تستافدوا منها، فانا تحت الخدمه وتحت الطلب. اي حاجه طلبتوه مني ان شاء الله غادي نخدمها لكم. فكنعتبركم نتوما هما الوريدات ديال هاد القناه. القناه كتكبر معاكم، تفهمنا ان شاء الله حتى توصلوا للبكالوريا نبقاو هكذا، تبقى علاقتنا مستمره، يبقى التواصل، يبقى التفاهم، هكا تفهموني ونفهمكم. قدرني ولا يقدرني ان شاء الله انني نوقف معاكم ونعاونكم ونساعدكم في جميع المراحل الدراسية ديالكم. ما نطولش عليكم، ندوزو للدرس. اول حاجة غنبغي نقولها لكم قبل ما ندوزو للقواعد والتمارين وهذا، غادي نبغي نشرح لكم اش كتعني سلم التصاميم. كيف ما كنقول لكم لا يعقل انك تقرا انك تحفظ القاعده وتطبقها وتعرف تخدم التمرين بلا ما تفهم اصلا شنو هو الدرس وتطبقه، واهم حاجه انك تطبقه على ارض الواقع. فهاد سلم التصاميم بالنسبه لواحد الفئه اللي كتقول ان يعني هاد القرايه باش غتفيدنا، مثلا فعلا انت غادي تقرا باش تحصل على الشواهد ديالك، باش انك تخدم. ملي كتمشي للخدمه ما كتلقى ديك القرايه اللي قريتيها ما كتفيدكش ابدا في الخدمه، ولكن هذا الشيء ماشي بصح. مثلا خير دليل على ذلك هو هذا الدرس هذا. فهاد الدرس هذا كنظن اول درس غادي تقراوه بالنسبه للناس اللي غادي يديروا التخصص ديال الهندسه، اللي غيكونوا مهندسين، اللي غادي يبغيو يكونوا ان شاء الله مهندسين. فكيف ما قلت لكم هاد الدرس هذا كيمكننا نحطوه على ارض الواقع، نطبقوه على ارض الواقع. كيفاش؟ نفهمكم بعدا. صراحه كنتمنى ما نخربقكمش حيت عندي بزاف ديال الافكار والمعلومات في راسي، ما عرفتش كيفاش نرتبهم. المهم سيروا معايا دقه دقه، حاجه فهمتوها مزيان ما فهمتوهاش عاودوا سمعوا الفيديو. دونك اللي غنقول لكم على هاد الدرس شنو اللي خصكم تعرفوا فيه بخلاصه. دابا هانتوما نمشيو، دابا نعطي الامثله، نعطي الامثله فهموا باش تفهموا. مثلا انت مثلا مشيتي بغيتي تبني واحد الدار، دونك واش غادي تجي تمشي تعيط على البنايه على اللي غادي يبنيها ليك، اللي غادي يصبغها ليك، اللي غادي يقبصها ليك، اللي غادي يدير لك الدروس؟ صافي لا، اول حاجه كتفكر فيها هي انك تمشي عند مهندس اللي يدير لك البلان. شنو هو البلان؟ هو البلان. شنو هو البلان؟ مثلا الدار غادي يرسمها لك في ورقه. فوالا، دونك من حد الان تفهمنا. دونك هذاك المهندس هذيك الورقه اللي كيحطها لك كتسمى تصميم، يعني تصميم خاصو بلان، تصميم ديال هذيك الدار. واخا دونك الدار مثلا بغيتي انت تبني دار ديال فيها 100 متر، واش هو غادي يرسم لك دار 100 متر كامله في الوراق؟ شحال يقدم
الوراق. لا شنو غادي يدير؟ غادي يصغرها، غيصغرها غيصغرها ياك. دونك مثلا انت غتقول له بغيت دار، بغيت عافاك تعمل لي البلون اولا ترسم لي البلون ديال واحد الدار فيها 100 متر على ورقه. دونك كيجي هو كيدير واحد السلم، هو كيمشي على واحد السلم، هذاك السلم هو اللي كيبين لك شحال صغر ديك الدار، الدار على ارض الواقع اللي فيها 100 متر شحال غادي يصغرها لك في الورقه. كنتمنى تكونوا فهمتوني مزيان. اذا هذا الدرس هذا كيتعلق بهاد المسائل هادو، بكيفاش واحد الحاجه على الارض الواقع غادي تحطها في ورقه. اذا لاحظوا معايا، اول حاجه غادي نبغيكم تعرفوها هي هاد، كنسمعوا بزاف في التمارين تصميم بسلم، نفهموا شنو كتعني. اذا العباره تصميم بسلم واحد على 500 متر، هذا غير مثال، مثال كيقول لك هاد التصميم هذا بسلم واحد على 500. التصميم هو الرسم، شي حاجه مصممينها يعني شي حاجه رسموها. اذا تصميم بسلم واحد على 500 شنو كتعني؟ كتعني لاحظوا معي، واحد على 500 كتعني ان كل واحد سنتيمتر على التصميم، يعني على الورقه، في الورقه كل واحد سنتيمتر، يعني كل 1 سنتيمتر ياك. دابا هذا واحد سنتيمتر، هاد واحد سنتيمتر على التصميم، يعني على التصميم، والتصميم هو يعني على الورقه، يعني كل واحد سنتيمتر في الورقه كيمثل 500 سنتيمتر في الواقع. تفهمنا؟ اذا هذا صغرنا، يعني كل ما عندنا 500 سنتيمتر في الواقع غادي هي واحد سنتيمتر في التصميم اولا في الورقه. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا مي غادي هذه العباره ديال تصميم بسلم، واحد على 400، واحد على 1000، واحد على 500، يعني كل واحد سنتيمتر في كل واحد سنتيمتر على الورقه راه هو 500 سنتيمتر على الواقع. اذا لاحظوا معايا هنايا، ارتأيت انني نحط لكم بعض الملاحظات اللي خاصكم تكونوا عارفين قبل ما نبداو في القواعد. اذا لاحظوا معايا حاجه، شي حوايج خاصكم تكونوا عارفينهم، مثلا المنزل، الدار ولا ملعب ولا مدرسه ولا مستشفى، فحنايا كنعبروه بالمتر. دار فيها 100 متر، فيها 80 متر، فيها 200 متر المتر. بالنسبه للطريق فالطرقات بالكيلومتر، مثلا غادي مثلا مسافه 100 كيلومتر، 200 كيلومتر، والورق على الورق، في الورقه اولا في التصميم اولا في الخريطه، فحنا كنمشيو بالسنتيمتر. دونك ما تخلطوش بالوحدات، عقلوا على هاد الملحوظه. ثاني حاجه اللي خاصكم تعرفوها ان السلم كيكون بدون وحده، اذا ديك واحد على 500 تصميم بسلم واحد على 500 اولا واحد على 300، فهادو تصاميم، فهادو سلم كيكون بدون وحده، ما عندهمش الوحده. ما يمكنش تقول واحد على 500 سنتيمتر اولا واحد على 200 سنتيمتر. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه، السلم دائما فيه بسط ومقام، والبسط واحد دائما، واحد على واحد على، ولتحت كل المسافه بلا وحده. حاجه اخرى خاصكم تعرفوها، الا سمعتوا على الخريطه راه بحال اللي سمعتوا، بحال اللي قلنا على التصميم اولا على الورقه، ما تخربقوش الا سمعتوا اولا ما تدوخوش الا سمعتوا على الخريطه. يعني مثلا الا قال الا بغي الا عطاوك الرسم ديال من الرباط والدار البيضاء المسافه ديالها على الخريطه، فهي غتكون مسافه مصغره، يعني مسافه غير حقيقيه مقارنه بالمسافه الحقيقيه اللي ما بين الطرقات. حيت كيف ما قلنا مثلا من الرباط لكازا بالكيلومتر، ولكن الا جيتي رسمتيها على الخريطه او على التصميم او على الورقه فهي غادي تكون بالسنتيمتر. لاحظوا معايا هذا المثال ديال السلم، مثلا عندي واحد السلم، يعني كل واحد سنتيمتر على التصميم فهي 200 كيلومتر على الطريق، على يعني هاد 200 كيلومتر هي المسافة الحقيقية، وهاد واحد سنتيمتر هي المسافة على التصميم اولا على الخريطة اولا على الورقة. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الرمز هذا ديال السلم. اذا لاحظوا معايا من بعد ما تعرفنا على
المصطلحات ديال السلم، مقام السلم، المسافة الحقيقية، المسافة على الخريطة، المسافة على التصميم. عندنا ثلاثة ديال القواعد ضروري خصنا نكونوا حافظينهم، نعرفوا كيفاش نحسبوا السلم، كيفاش نحسبوا مقام السلم، كيفاش نحسبوا المساحة المسافة عفوا الحقيقية، وكيفاش نحسبوا المسافة على الخريطة او المسافة على التصميم. فإلا طلبوا منا أننا نحسبوا المسافة الحقيقية، قلنا المسافة الحقيقية هي المسافة على أرض الواقع. إذا المسافة الحقيقية هي المسافة على التصميم أو المسافة على الخريطة، كنضربوها في مقام السلم. ردوا البال ما تنضربوهاش في السلم، كنضربوها في مقام السلم. قلنا كتذكير أن السلم يكتب على شكل واحد على ياك، اذا هذا هو السلم كامل، البص ديالو كيكون دائما واحد والمقام كيكون عدد. اذا المسافه الحقيقيه هي المسافه على التصميم، غنضربها في مقام السلم، يعني غنضربها غير في هذا العدد هذا. ردوا البال لهذه المساله. الى جينا بغينا نحسبوا السلم، اذا السلم فهو المسافه على التصميم، يعني المسافه على الخريطه او على التصميم قسمه المسافه الحقيقيه اللي هي المسافه على ارض الواقع. نمشيو نبغيو نحسبوا المسافة على التصميم او المسافة على الخريطة، فهي المسافة الحقيقية كنضربوها في السلم. من بعد ما كنكونوا فهمنا القواعد وحفظناهم، ندوزوا دابا للتطبيق. لاحظوا معايا المسألة الاولى. المسألة الاولى كتقول طول شارع على التصميم. اذا عندنا واحد الشارع رسمناه على التصميم او لا على الخريطة. لاحظوا معايا طول، طول يعني بدلنا كلمة المسافة بالطول، ماشي مشكل، بحال المسافة بحال الطول. مسافة الشارع على التصميم هو طول الشارع على التصميم. إذا طول شارع على التصميم هو 65 مليمتر. إذا هاد 65 مليمتر شنو هي؟ هي المسافة على التصميم أو لا هي المسافة على الخريطة. إذا علمت أن سلم التصاميم، إذا هنا عطاك السلم هو 1/25000. سؤال كيقول احسب الطول الحقيقي، يعني اش كيعني الطول الحقيقي؟ هي المسافه الحقيقيه. دائما نربط المساله بالدرس، نربطه بالقواعد ديال الدرس. للشارع باش غادي نحسبوه بالكيلومتر. دونك لاحظوا معايا كيفاش كنتعاملوا مع المساله. اول حاجه نكتب له المعطيات، نكتب المعطيات. لدينا شنو عندنا؟ شنو عطاونا؟ عطاونا المسافه على التصميم هي شحال؟ 65 مليمتر. وعطونا سلم التصاميم شحال؟ 1/25000. اذا نطلبوا منا نحسبوا الطول، نكتبوا القاعده. باش نكتبوا القاعده كنكتبوا نعلم ان. اذا نعلم ان، نكتبوا القاعدة، القاعدة ديال المسافة الحقيقية. إذا المسافة الحقيقية هي المسافة على التصميم مضروبة في مقام السلم. إذا لاحظوا معايا دائما خص يكون عندنا الوحدة بالسنتيمتر، دائما نحول السنتيمتر. إلا عطاونا سنتيمتر مزيانة، إلا عطاونا شي وحدة أخرى خصنا نحوله. فنكتب لهم هنا التحويلات أولا لنحول، مانيش لنحول شنو. إذا 65 مليمتر شحال هي بالسنتيمتر؟ اللي ما كيعرفش يحول مباشرة يدير الجدول. مثلا أنا عارفة أن المليمتر شنو قبل منها هو السنتيمتر، دونك مثلا هنا عندي الفاصلة غادي نجيبها لنا. إذا 6.5 سنتيمتر. دابا نجاوب. دابا نحسب المسافة الحقيقية هي المسافة على التصميم، عندي هو 6.5، غنضربو في مقام السلم، غنضربو في 25000، حيت هاد 25000 راه عندي بالسنتيمتر. نحسب. إذا المسافة الحقيقية هي 162500 سنتيمتر. المسافة الحقيقية هما باش قالوا لنا نحسبوها، قالوا لنا نحسبوها بالكيلومتر. إذا من سنتيمتر الكيلومتر، الكيلومتر. إذا هنا كنكتب المسافة الحقيقية، هنا المسافة الحقيقية
1.625 كيلومتر. تفهمنا؟ هذه هي الطريقة كيفاش كنتعاملوا مع المسألة. ندوزوا للمسألة الثانية. يلا حدوا معايا المسألة الثانية. قلنا عطونا أن المسافة بين قرية ومدينة على الخريطة، إذا لاحظوا معايا على الخريطة، بسلم واحد على 1,200,000 هي 4.5. إذا في نظركم هاد 4.5 ديالاش؟ راه هي المسافة على الخريطة. إذا أول حاجة قلنا كنديروها هي نكتبوا المعطيات اللي عطاونا نستخرجوهم. لدينا شنو عطاونا بعدا؟ المسافة على الخريطة شحال هي؟ هي 4.5 سنتيمتر. إذا هي كاينة في السنتيمتر، ما عندي ما نحول فيها. بسلم، إذا عطاونا سلم تصاميم شحال هو؟ هو 1,200,000 ياك. شنو قال لك السؤال؟ احسب المسافة الحقيقية بالكيلومتر. ردوا البال. إذا أول حاجة نكتب لهم القاعدة، نعلم أن المسافة الحقيقية هي تساوي مسافة على التصميم في مقام السلم. صافي، نديرو تطبيق عددي. المسافة على التصميم على الخريطة أو على التصميم هي 4.5، غنضربها في مقام السلم اللي هو 1,200,000. إذا هي 5,400,000. هذه بالسنتيمتر، هذه المسافة الحقيقية. هما قالوا لنا نحسبوها بالكيلومتر، إذا هذه بالكيلومتر هي 5.4 كيلومتر. هذه هي المسافة الحقيقية. تفهمنا؟ نزيدو مسألة أخرى. يلا نزيدو آخر مسألة. لاحظوا معايا هذه المسألة. صراحة ملي قريتها ما فهمتهاش، شي ما عرفتش نجاوب، ما فهمتهاش، عييت من نقراها، ما بغاتش تفهم ليا، ما فهمتهاش. وحطيت راسي بلاصتكم نتوما. دابا الا ما فهمتوش مسألة كيفاش ديروا تتعاملوا معاها؟ دابا المسألة باينة ناسين فيها شي لعيبات، ناسين فيها شي حاجات بالتأكيد. ما عرفتش كيفاش حاطين هاد المهم هاد المسألة. دونك يعني شنو بغيت نوصل لكم؟ انكم ماشي بالضروره تفهموا المساله، استخرجوا غير المعطيات. لاحظوا معايا، مثلث مسافه 72 كيلومتر على خريطه حائطيه ب 9 سنتيمتر او جد سلم هذه الخريطه. فهمتوا ما فهمتوش؟ والله ما تفهموا، ما يمكنش تفهموها. دونك شنو غنديروا؟ دونك هو شنو قال لك؟ حسب لي السلم. حنا كنعرفوا السلم انه هو المسافه على التصميم على المسافه على المسافة الحقيقية ياك. فعندي هنايا جوج المعطيات، عندي 72 كيلومتر و 9 سنتيمتر. كندير نعرف شنو هي المسافة الحقيقية، شنو فين هي بيناتهم المسافة الحقيقية وشنو هي المسافة على التصميم. احنا كنعرفوا ان المسافة الحقيقية هي كبيرة من المسافة على التصميم ياك. اذا نجي ندير المقارنة انا ما بين 72 كيلومتر وما بين 9 سنتيمتر. دونك باش نقارن بيناتهم خصو يكون عندهم طبعا نفس الوحده. اذا هذه 9 سنتيمتر حتى هذه نحولها للسنتيمتر، ايوا عندي 72 ديكامتر للمتر ديسيمتر سنتيمتر. دونك شكون كبير؟ اذا هذه هي المسافه الحقيقيه. واش فهمتوا؟ شي راه واخا ما نفهمش انا، واخا ما نفهمش المساله، غير من المعطيات نحدد، غير من هذوك المعطيات نقدر نخدم. اذا عندي الحل. اذا لدينا، قلنا اول حاجه نكتبوا لهم المعطيات، اعطوني المسافه الحقيقيه واعطوني المسافه على التصميم. قلنا المسافه الحقيقيه هي اللي كتكون كبيره. اذا حنا ملي قارنا بيناتهم لقينا ان 72 كيلومتر كبر من 9 سنتيمتر. المسافه على التصميم هي 9 سنتيمتر. قال لك اوجد سلم، نعلم ان، ونحطوا لهم السلم. السلم هو المسافه على التصميم
على المسافة الحقيقية. إذا تساوي المسافة على التصميم هي 90 سنتيمتر، والمسافة الحقيقية خصني نبدلها للسنتيمتر. إذا 72 قلنا هي هكتومتر، ديكامتر، المتر، ديسيمتر، سنتيمتر. 1 2 3 4 5 داكوغ. هذا في السنتيمتر، دونك سنتيمتر كيمشي. إذا هو 800 ألف. هذا مقام سلم، لاحظوا معايا هذا مقام السلم، والسلم عندنا هو 1 على 800 ألف. فهمنا؟ فكنتمنى يكون الدرس واضح والشرح كذلك واضح. تلقوا فيديوهات مقبلة إن شاء الله. دمتم على خير.